الصلاة والسلام على رسول الله. هذه عندنا سيارة بونتو باش نغيروا لها التريونغل، هذا يسموها براد فورس، يسموها تريونغل، يسموها براشتو فيزيلي، يسموه عدة حاجات، كل بلاد يسموه. هذه نسموها احنا في تونس تريونغل، باش نغيروها توها، باش هيكل باش هو اللي يبدا يفتح في الحاجات اللي باش يغيرها على خاطرهم التريونغل، ويشرح لكم باش هو اللي فهم. اول ما نبدا نرفعها بالكريك، نفكوا العجلة، هنا العجلة تو العجلة تو عنا بولون في الفيزي. نعم، خلنا نصور من اللقطة. عنا بولون في الفيزي بتريز مفتاح 13، هذي مفتاح 13 هذي كان اي نحن فكيت اي. وبعد نجيبه بارة نقرصوا عليها، واش تخرج هذيك؟ واش تخرج هذه الروتيله هذه. ومن بعد ما نجبدوا نحو الروتيله نجيبوا 19 بيب و 19 فرج. عندنا البولون يشد في الباسو، نحلوه بعد ما فتحنا نفتحوا الجولة حيارة. هذه الحاجات اللي لازمة لتغيير التريونجل، يعني هو شد بثلاثة من ثلاثة أماكن، البولينات والروتيلة. هذا من الامام، عندنا زوز بلونات اللي هما في البرسوم التالي، نفتحوهم واحد ب 19 بيب اللي هو هذا، وانا واحد ب 15 بيب نزيد نفتحوه. هما زوز بجنب بعضهم يشدوا التريونجل، نفتحوهم هذا من الزوز بلونيات نحناهم صحيح. بعد نجبدوا التريونجل اللي عادمة مكسرة، اللي هي الروتيل نتاعها هذه مكسرة. هذه كيفاش نعرفوها اللي التريونجل هذه معاش تصل؟ اللي هي البلون هذا اللي فيه جاي قربع، هذاك الروتيل هذيك، هذه تولي عندك الروتيل هذيك تولي فيها جاي الكاوتش، وهذا مكسر سينا بلوكات هذوك يولي موتا مكسر. هذه التريونجل هذا هو اللي كسر يلعب. نجيب مقطع جديد ونفس نخدمه نفس الخدمه اللي فكناه، نعود نركبوه. تركبها من قبل تركبها من روتيلا قبل البولون قبل انا البولون الامام هذاك اللي في اللي الامام هذا 19 في البرسون هذا قبل شفت الكاردون هذا اول واحد تركبه باش يعاونك على السونتراج اللي هو معنى بوانتي هذاك بوانتي اللي من الخلف. خمسطاش بولون بكانز كانز بيب هذاك عملت بوانتي الامامي بوانتي الخلفي. كملوا ركبوا البولون ب 19 بيب، البولون ب 15 بيب 15 بيب مفتاح 15 يعني. وعنا وصلوهم على الاخر طب
وصلناها على الاخر و15 زادة وصلناها على الاخر. نجو تو نركبوا الروتيلة اللي هي هذه في الفيزي هكا وبعد هبطولها البولون تاعها اللي هو مفتاح 13 هذا يجي بولون ديويت البولون يركب من قدام ولا متلي كيف كيف مثال كيف كيف يركب منه ولا من يمين ولا يسار تدخل الروتيل على الاخر وبعد الاخر ونركبوا له الكرون تاعو لان عنده حرف يشد بيه وبعد نكبسوهم بمفتاح 13 واحد ابيب واحد الينات ولا او كي كي بزوز مفتح بزوز مفتح واحد يكبس واحد يشد وان شاء الله متعناكم هذه العملية اخذوا فكرة على الاقل حتى واحد واحد ينجم يبدل تيوم يقول فيه قدام دارو بسهولة تامة ما فيهاش حاجة كبيرة هكاك بسناها 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 نفهمكم علاش بدلنا التريونجل هذيا وشنو هو كيفاش تفسد التريونجل هذيا باش نعرفوها. هذه عندنا تريونجل لابس عليها وهذه تريونجل بارعه يعني اللي هي براتشو بيزيلي. هذه كي تمسها شوف تلقاها بسهوله تامه. هذه معناتها مع ماهيش هذه ما عادش تصلح يعني لازمها تتغير. وعندنا حاجه اخرى اللي هي من هنا الطرش السلملوك هذيا كاوتشو هذا يطرش قبل ما عاش ماشي تولي تقربع في الطريق هذا ريته شوفها جي تشوفها هنا تلقاها هنا ما تنجمش تحركها حتى اصبعك الزوز ما تنجمش تحركها الا بالسيفه الا بالسيفه بينما هذه ما تمسها فهمت هذا الفرق اللي هو باش نعرفوا تيونغ اللي هي باهيه واللي هي مش باهيه يعني ما عادش تنفع. هذه هنا شوفوا السي مملوك هنا لابس عليها شوفوا الفرق ما بينها ما بين هذه وهذه وهنا هذه مطرشقه وهذه لابس عليها هكاك الفرق نعرفوهم شنو علاش يتغيروا. هذه على الاقل معلومه يعني ينجم ياخذها اي واحد ونجم اي واحد يعني يغير الحاجه واحده ولا يرفع للميكانيسيان ولا يدبر يعني على الاقل ياخذ فكر عليها شنو هو الفرق. ان شاء الله نكون افدناكم بالموضوع هذا ونسالوكم الدعاء والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.